الطلبه والطالبات الاعزاء، اهلا بكم في حلقه جديده من حلقات تعلم اللغه الالمانيه والتدريب. ان شاء الله ناخد النهارده صفحه 232 233 من كتاب سبيكتروم اي اي. هنا بيقول فيربن ام كونتكست فيربن ام كونتكست اونت ستركتور، الافعال في السياق والتركيب. هنا زي ما احنا متعودين بيجيب الفعل هنا وبعدين مثال عليه باشبيل ذاتس، وبعدين سيت فورم اللي هو الزمن بتاع الجمله، جايبها في المضارع وفي البرفكت في الماضي التام. اوف غويمن اللي هو يرتب، ماكس غويم ديزاين سيما او، ماكس بيرتب الغرفه بتاعته، ماكس هات زاين سيما اوف غويم، ماكس رتب الغرفه بتاعته. بنوتسن يستخدم كوشا اند باد، بنوتسن فيا جيماينزام اللي هو الحمام المنظف بنستخدمه سويا، كوشا اند باد هابن فيا جيماينزام بنوتس اللي هو الحمام المطبخ استخدمناه سويا، بزيتسن يمتلك دايسش بوتسن دويتش حوالي 30% من الألمان، بزيتس أين فاميليان هاوس، أين فاميليان هاوس يستخدموا بيت الأسرة واحدة أو عندهم بيت الأسرة واحدة أو عندهم بيت الأسرة واحدة. بشتين يتكون من دي مايستن هاوس هالت، بشتين أو سكسفاي أورا تغايف زونة، معظم الوحدات السكنية بتتكون من شخصين أو ثلاث أشخاص. بيوجن ليكوي أوتو بيوجل ساين هندني، أوتو ما بيكويش اللي هي الإنسان بتوعه، هندن يعني الإنسان هنا. أوتو هات زين هند مخني بيوجل، أوتو ما يعني إيه ما كواش أبدا اللي هي الإنسان بتوعه. جوفن يسمح بي، إريكا تعرف إن ده فونو بنش جوفن، إريكا لا تسمح في الشقة بتاعتي في التدخين. أنيتسين يعزل أو ينقل. Wann siehst du in die neue Wohnung ein, انت تعزل او تنقل الشقه الجديده. Wann bist du eingezogen, انت نقلت او عزلت. فولجن يدفع، München ist die teuerste Stadt, ميونخ يعني اكتر مدينه غاليه. danach folgt Stuttgart وبعدها Stuttgart. بوتس ينظف، ايش بوتس einmal im Monat das Bad, انا بنظف مره في الشهر الحمام. ايش هاب einmal im Monat das Bad geputzt, انا نظفت مره واحده الحمام. الزوجين اللي هو دي بتتقال مع المكنسة اللي هو الزوجي يدي فوخة ان ماين متسمى اشتاوب، انا كل يعني مرة واحدة في الاسبوع الشقة بعملها بالمكنسة، الغرفة بعملها بالمكنسة بنضفها بالمكنسة، يعني كل اسبوع بنضف الغرفة بتاعتي بالمكنسة. اشهابي يدي فوخة ان ماين متسمى اشتاوب جزاوك، انا نظفت كل اسبوع الغرفه بتاعتي بالمكنسه. شور ان يزعج اللام شتوت، مش الضوضاء دي بتزعج يعني دي اللام هات مش جشتوت، جشتوت اللي هي الضوضاء ديت ازعجتني. ام تسين اللي هو بقى ينتقل لشقه تانية او مكان سكن، يعني اين تسين ان اين انتر فونونج ام، احنا نقلنا لشقه تانية. ريزنت ام جتسوج، احنا نقلنا. باشن يغسل ماري، فيشت اير فيشا ميد باش ماشينا، ماري اللي هي غسلت الغسيل بتاعها في اللي هي باش ماشينا الغسالة. ماري هات اير فيشا ميد باش ماشينا جباشن، ماري غسلت الملابس بتاعتها بالغسالة. بابي من بسون دو هايتن الأفعال اللي هي ليها بيئة تصريف خاص، عندنا في الوحدة هنا باشن يغسل، دو اللي يسمح بإيش باشا، دو فيشس ايه واسو زي فيشت بير فاشن ايه فاشت زي فاشن، طبعا الادي دي حوالي ايه املاوت هنا فعل فاشن. دوفن ما لا يسمح بيه ايش دار تو دافست اير دار بير دوفن ايه دوف زي دوفن، وهنا طبعا تصريف الفعل اختلف شويه، الاش والدو في الافعال المساعد، الاش والاير والاس وزي بيكونوا زي بعض، والدو كده تبقى يعني لها تصريف خاص برضه زي بندونجن من دطيف جنسونجن، هنا طبعا اللي هي حاله الدطيف. دانكن يشكر، دانكن تيجي يعني انا بشكرك. بيهوغن داس اوتو بيهوغت مير، العربيه دي تخصني انا او بتاعتي انا. جراتولير يوهانا، ايش جراتولير ايش جراتولير ديت سونج بورتستاغ، انا بهنيك لعيد الميلاد. هيلفن يساعد، كانس دوميا هيلفن، ممكن تساعدني بس الملائم او يناسب دي انسو بس مير اللي هي البدله تناسبني. في تعبير كده كنت بقول بجيت ستير ولما قلت تير لان سجيد ده من افعال بتحتاج مفعول بعدها لطيف. ستوك مي لايت برضو اللي هي ديت التركيبه ديت لايت تو لايتن تون او لايت تون، الفعل ده برضو بيعمل لطيف. بيرسونال برونومن اللطيف اللي هي الضمير الشخصي في حاله اللطيف. نوميناتيف اللي هو الضمير الشخصي في الاول كده اكل فاعل. الاكوزاتيف لو جه موقع مفعول جه بعده فعل من الافعال بتعمل اكوزاتيف اللي هو الفاعل، فالمفعول لو جه في الجمله هيتحول لكده يبقى شكله كده
الفعل هيتحول لمفعول بالشكل كده، ولو جه من الافعال هي بتاخد لطيف هيبقى شكله كده. ايش مش ميا دو دش ديا اير اين ايم زي زي ايا اس اس ايم فير اونس اونس ايا اويش اوي زي وزي اينن واينن. بس الفرق ما بين الاثنين ان زي هم هن الاينن بتاعتها حرف الاي بيبقى كلاين حرف صغير، واينن في مع حضرتك بيكون حرف قوس كبير. ادكتيفا زوبلاتيف اللي هي الصفات في حاله اللي هي التفضيل شون شونر ام شونستن. احنا قلنا هنا في الكومبراتيف المقارنة والسوبرلاتيف. في الكومبراتيف بحط الصفة اي ار، في السوبرلاتيف بحط ام قبل الصفة وبعدين الصفة وبعدين اس تي اي ام. شون شونر ام شونستن جميل اجمل الاجمل، الشونست هاوس يعني اجمل البيت الاجمل، فغاز بات يعني سعره معقول قليل يعني برايس باتر ام برايس باتستن. دي برايس باتست اشتغلت المدينة الاكثر يعني ايه غلوا في مقصود بكده تشير غالي تشيرر ام تشيرستن ريستشتات الت كبير او قديم انتر تكنولوجيا حرف متحرك ام التستن دي التستشتات اقدم مدينه بوس كبير بوس كروسا ام بوستن بس كروسا هاوس البيت الاكبر فارم فيرما فيرما يعني دافي فيرما الاكثر دفئا ام فيرمست ام فارمستن ام فيرمستن يعني اكثر دفئا بس فيرمستن استما الحجره الاكثر دفئا فوق عالي بيوهان اعلى ام هوكستن الاكثر علوا دي هوكستن بغازه الاسعار الاعلى جود جيد بسر احسن ام بسن الافضل بس بيست هاوس افضل بيت في كثير مير مير ام هايستن دي مايستن ميتر اغلب اللي هم المستاجرين. البروبوزيسيون اللي هو حروف الجر لوكال من اماكن يعني دي فاش ماشين اشتيت ان دير فاند دي فاش ماشين اشتيت ان دير فاند اللي هي الغسالة موجودة على الحائط. حروف الجر اللي بتعمل ضغطيف اي اسم يجي بعدها بيبقى ضغطيف يعني الارض كلها بتتغير تمام. بس حروف الجر دي هي في الألماني بتعمل حاجتين بتعمل حالتين يعني ليه اكوزاتيف وضاتيف لو دلت على حركة، أما لو ما دلتش على حركة الحاجة محطوطة في مكانها هتعمل ضاتيف زي ما احنا خدناها في الدرس. دي فاش ماشين اشتيت اندر فاند الغسالة موجودة جنب الحيطة يعني اللي هو اوف داس فاش متر اشتيت اوف دي فاش ماشين اللي هو مسحوق الغسيل محطوط على الغسالة. هنتر يعني خلف داس هيم دليكت هندر دي فاش ماشين اللي هو القميص موجود خلف اللي هي الغسالة. ان في ديفيشا است ام فيشا كورد الغسيل موجود في سلة الغسيل. نيبن بجانب داس فاش بيكن اس نيبن دي فاش ماشينة اللي هو خد الغسيل موجود جنب الغسالة. يبر على حاجة على حاجة بس مش منهم تلامس زي ما قلنا اللمضة على الترابيزة. دي شبيجل هانجت يبر دي فاش بيكن اللي هي المراية متعلقة فوق اللي هو حوض الملابس اللي هو حوض الغسيل. مش فاند شتيت انت ديم باش بكن اللي هو الدولاب محطوط تحت اللي هو حوض الغسيل من الوش. اوتو شتيت فور ديم باش بكن اوتو واقف قدام حوض غسيل الوش. سويشن ما بينها بس هم توخ هينك سويشن ديم باش بكن اون ديم باش ماشينة اللي هو الفوطة محطوطة او متعلقة ما بين اللي هو حوض غسيل الوش والغسالة. فوش تي دي فاش ماشين الغسالة موجودة فين؟ عندها فان جنب الحوض. فو هن شتلت ايه دي فاش ماشين انت رايح تحطها فين؟ فقال له عندي فان. لو انت قلت انت لسه الحاجة انت رايح تعملها تعمل اكوزيتيف في الحاجة في الفعل معمولة او محطوطة عملت هنا داتيف. ادفيرب اللي هي الظروف جراد اوس يعني على طول دي نزيد جراد اوس يعني امشي على طول لينكس على الشمال ريشتس على اليمين عندها ويتسون في التقاطع فارنزي لينكس امشي على طول ورا على طول شمال ريشتس على اليمين. تمام كده يا شباب بالتوفيق ان شاء الله لحضراتكم واشوفكم على خير في الوحده رقم 12. وكده نكون انهينا حلقتنا النهارده، اتمنى اكون افدتكم يا رب. اشوفكم على خير ان شاء الله في حلقه جديده. السلام عليكم.